بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الفقه المالكي. بطلب من أحد الأحباب أوضح كيفية ترقيع الصلاة على مذهب المالكية. عندنا قاعدة في المذهب المالكي تقول أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، يكون قاضيا في الأقوال بانيا في الأفعال. كيف ذلك؟ نبدأ بصلاة الصبح. فإذا أدرك المسبوق ركعة من صلاة الصبح مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام بدون تكبير، قام بدون تكبير، لأن جلوسه ليس جلوسا وإنما هو متابعة للإمام، فيقوم بدون تكبير ويأتي بالفاتحة والسورة جهرا، يأتي بالفاتحة والسورة جهرا. هذه واضحة أظني. نأتي إلى الظهر والعصر، فهما يشتركان في الكيفية. فإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة، فاتوه ثلاث ركعات، إذا أدرك ركعة سلم الإمام يقوم بلا تكبير أيضا، لأن جلوسه ليس جلوسا له وإنما هو متابع للإمام، يقوم بلا تكبير، يأتي بفاتحة والسورة سرا، ثم يجلس للتشهد، ثم يقوم ويأتي بالفاتحة والسورة سرا، ثم يقوم ولا يجلس للتشهد ويأتي بفاتحة فقط. يعني أنه عندما يدرك ركعة مع الإمام فيقوم المسبوق قاضيا في أقواله. ما الذي فاته في الأقوال؟ فاته فاتحة وسورة، فاتحة وسورة وسورة. فبالنسبة للأقوال هي الركعة الأولى له، بالنسبة للأقوال الركعة الأولى له، وبالنسبة للأفعال هي الركعة الثانية، ولذلك جلس للتشهد، فقام بعد التشهد، فهو فالركعة الثالثة في أفعاله هي أولى في أقواله، هي ثانية في أقواله. الثانية في الأقوال شنو؟ فاتحة وسورة. إذن يبني في الأقوال ويقضي في الأفعال، هذا إذا أدرك ركعة مع الإمام. إذا أدرك ركعتين، أدرك الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر وإلى العصر، فإذا سلم الإمام قام بالتكبير، لأن جلوس جلوس التشهد الوسط للصلاة، قام بتكبير ثم أتى بفاتحة وسورة سرة، ثم يقوم للرابعة في الأفعال اللي هي ويأتي بالفاتحة والسورة أيضا في الأقوال، يأتي بفاتحة وسورة أيضا، لأن في الأقوال تعتبر الثانية وفي الأفعال تعتبر الرابعة. إذا أدرك مع الإمام ثلاث ركعات، فتات ركعة أدرك الأولى والثانية والثالثة من صلاة الظهر أو العصر، ماذا يفعل؟ يقوم بلا تكبير ويأتي بركعة بفاتحة وسورة سرة، هي الأولى في الأقوال، الثانية في الرابعة عفوا في الأفعال، الرابعة في الأفعال، فبنى على ما يعني صلاه في أفعاله وقضى ما فاته من أقواله. هذه قاعدة المالكية في البناء في الأقوال والبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. هذا بالنسبة للظهر والعصر. نجي للمغرب. المغرب إذا أدرك مع الإمام ركعة ماذا يفعل؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة وسلم الإمام قام هو، قام المسبوق، ماذا يأتي؟ يأتي بركعة هي أولى في الأقوال، ليس كذلك؟ أولى في الأقوال، يأتي بفاتحة وسورة جهرا، ثم يجلس للتشهد، ثم يقوم ويأتي بثالثة أيضا في الأفعال، هي الثالثة في الأقوال هي الأولى، ويأتي بفاتحة وسورة
أيضا. طيب إذا أدرك مع الإمام ركعتين، واضح ركعة من أدرك ركعة مع يعني فيه ثلاث تشهد فيها في المغرب بيجلس تشهد مع الإمام، هذا موش ليه، وبيجلس تشهد ليه، وبيجلس التشهد الأخير، ثلاث تشهدات في صلاة المغرب. إذا أدرك ركعة مع الإمام ثم سلم، بيجلس معه للتشهد، سلم الإمام يقوم بلا تكبير، يأتي بركعة فاتحة وسورة جهرا، ثم يجلس للتشهد، هذا التشهد ليه لأن ثانية في الأفعال، ثم يقوم ويأتي بركعة فاتحة وسورة جهرا لأنها ثانية في الأقوال، ثالثة في الأفعال، ثم يجلس للتشهد ويسلم. هذا من أدرك ركعة من صلاة المغرب مع الإمام. من أدرك ركعتين هذه بسيطة، إذا سلم الإمام قام بتكبير ثم أتى بركعة بفاتحة وسورة جهرة، هي الثالثة في الأفعال الأولى في الأقوال. نأتي إلى العشاء وفيها ثلاث صور أيضا، ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدرك ركعة مع الإمام، أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، يقوم إلى الركعة الثانية في الأفعال الأولى في الأقوال، يقوم يأتي بفاتحة وسورة جهرا، يقوم بلا تكبير، يأتي بفاتحة وسورة جهرا، ثم يجلس للتشهد، ثم يقوم إلى الثالثة في الأفعال والثانية في الأقوال، ويأتي بفاتحة وسورة جهرا، ثم يقوم بلا تشهد إلى الرابعة في الأفعال الثالثة تعتبر في الأقوال، ويأتي بفاتحة سرا. واضحة هذه، واضحة في من أدرك ركعة مع الإمام من صلاة العشاء. إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعتين، أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، إذا سلم الإمام قام بتكبير، لأن يعني التشهد هذا تشهد متعه، يعني التشهد الوسطي في الصلاة، قام بتكبير وأتى بركعة بفاتحة وسورة جهرا، ثم قام إلى الركعة التي تليها وهي الرابعة في الأفعال الثانية في الأقوال، يعني أتى بركعة بفاتحة وسورة جهرا. إذا أدرك مع الإمام ثلاث ركعات، أدرك الأولى والثانية والثالثة، قعدت له فاتت الركعة الأولى، عفوا أدرك الثانية والثالثة والرابعة، فاتت الأولى في الأقوال وهي الرابعة في الأفعال، فماذا يقوم؟ إذا سلم الإمام قام بلا تكبير وأتى بفاتحة وسورة جهرا، أتى بفاتحة وسورة جهرا. إذن الصبح عندنا فيه صورتين، صورة أن يدرك ركعة مع الإمام يقوم ويأتي بفاتحة وسورة جهرا، إذا أدرك الإمام في التشهد قام بلا تكبير وأيضا عفوا يقوم بتكبير، قام بلا تكبير وفي الثانية يقوم بلا تكبير، وإذا أدركه في التشهد يقوم طول، يعني يجيب ركعتين. واضحة في بالنسبة للظهر والعصر عندنا فيهم ثلاث صور، أدرك الركعة الأخيرة، وأدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك الثلاث الأخيرة، كيف يقضي الأقوال ويبني الأفعال. وكذلك المغرب عندنا فيه صورتين أو صورتان، الصورة الأولى يدرك ركعة أو ثلاث صور، الصورة الأولى يدرك ركعة مع الإمام، قلنا كيف يدير، ينوض يجيب الثانية فاتحة وسورة ويجلس للتشهد، ثم ينوض يجيب الثالثة فاتحة وسورة ويجلس للتشهد، وأن يدرك ركعتين مع الإمام فيها صورتين عفوا أيضا، فينوض يجيب، قلنا إذا أدرك ركعتين ينوض يجلس للتشهد ويقوم بتكبير، ويجيب الثالثة فاتحة وسورة والعشاء أيضا فيه ثلاث صور. هذا معنى قولهم قاضيا في الأقوال بانيا في الأفعال، بمعنى أنه يقضي ما فاته من القول، لفات فاتحة وسورة يجيب فاتحة وسورة، جهرا جهرا، سرا سرا، والبناء يكون في الأفعال، يعني يبني على ما صلى. أيوة، فهي أحيانا تكون ثانية في الأفعال أولى في الأقوال، هذا معنى بانيا في الأفعال قاضيا في
الأقوال. أرجو أن تكون المسألة واضحة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.